يعني في البداية خليني في البداية أوجه تحية للشعب المصري اللي على ثورته أو في طريق ثورته من 2011 حتى اليوم. الثورات طبعا عمرها طويل، عمرها لا يقاس بسنة أو اثنين أو حتى 10 أو 20 سنة، وده حصل في على مر التاريخ فترات أو مرات عديدة. الشعب المصري لا زالت جذوة الثورة موجودة، لا زال تطلعه للحرية والحياة الكريمة بكرامة وحرية موجودة، بيعبر عن ده في أوقات مختلفة وفي حالات مختلفة. 11/11 السنة دي ممكن تكون موجة من الموجات، ممكن تكون موجة عالية، ممكن تكون موجة قوية، ممكن تكون مؤثرة. أنا لا أعول على شرق أو غرب، ولا أعول على فتح ملف حقوق الإنسان من أحد للضغط على نظام عبد الفتاح السيسي، فنظام عبد الفتاح السيسي من يومه الأول وهو نظام انقلابي. أما أن يتم استخدام المواطن المصري وحياة المواطن المصري وحرية المواطن المصري كأداة للمساومة والضغط للحصول على ما يريد الغرب، ده أنا أرفضه تماماً، ولكن أنا مع حرية شعبي دائماً من أول يوم نزلنا في الشوارع في 25 يناير وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحرية والحياة الكريمة وأن المواطن المصري يرجع رافع راسه مرة تانية وأن تتبوأ مصر مرة تانية مكانتها كدولة محورية في هذا الإقليم ودولة لها ثقلها العربي وثقلها الإقليمي والدولي، ده اللي بنسعى ليه، أن يعيش المواطن المصري حياة رغيدة ينعم بها بكرامته وبحريته نعم وحقه في التعبير عن رأيه، ده اللي أسعى إليه. ولكن لا أنتظر من فلان أو من غرب أو شرق الضغط واستخدام فكرة حقوق الإنسان كمساومة. فانتهاكات عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان مستمرة، كانت ولازالت وستظل طالما بقى حكم العسكر على رأس الدولة المصرية.